انتهت القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية إلى مخرجات تماثلت تماماً وحجم المخاطر التي تعصف بالقضية الفلسطينية على نحو خاص في ظل حالة التوتر وعدم الاستقرار وانعكاسات ذلك على مجمل الوضع العربي. وعقب الاجتماع أكد القادة الثلاثة في البيان الختامي على ضرورة الحفاظ على الحقوق الفلسطينية المشروعة واستمرار الجهود المشتركة لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم على أساس حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية. وأكد القادة دعمهم الكامل لجهود الرئيس أبو مازن في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به القضية الفلسطينية وسط تحديات إقليمية ودولية متزايدة. وأكد القادة الثلاثة أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس ودورها في حماية هذه المقدسات وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية. ومن قمة القاهرة إلى أبو ظبي التي أعقبت قمة القاهرة، وبحث المؤتمرون العلاقات الراسخة ومختلف جوانب التعاون والتنسيق المشترك التي تخدم الاستقرار والازدهار في المنطقة.